كمل اخر سؤال عندي او السؤال قبل الاخير، جايب لي صورة الباص، الاقي واحد يقول لي this is a bus نقطة، I go to school by bus نقطة، it is big نقطة، واحد شايف انه fast هيقول it is fast نقطة، واحد شايف اللون بتاعه عايز يقول الوان مفيش مشكلة، واحد عايز يقول my father goes to work by bus هو كمان بابا بيروح الشغل بتاعه بالباص هو كمان اوكي، واحد عايز انت اكار it isn't a car ده مش كار اوكي، دي كلها اجابات صح وجمل صح، يبقى انا التزم بشكل الجمل المظبوطة، مش اجي اقول لي it's a bus، هو مين اللي it's a bus ومن غير مبدا كابيتال ومن غير ما احط في الاستوب، دي مش جمله هتحسب غلط على طول. عايز تقول لي تي اه ات از ا بس والفستوب اي اتفضل. مش الفستوب موجوده يا حبيب قلبي مالكش دعوه بالفستوب اللي موجوده هنا، سيادتك لازم توضحها له وتبينها، لانك هتكتب جمله وجنبها جمله وتحتها جمله وجنبها جمله، هتكتب اكتر من جمله في نفس السطر، مش لازم جمله في كل سطر، مش لازم جمله في كل سطر تمام. انا قلت لك اصبح السؤال عندي اكتب اربع جمل، انا متعود من اول سنه نكتب سته ثمانيه، صح ولا مش صح؟ صح صح ايوه، يبقى ما اكتبش ثلاثه واطلع اجري اقول ده هم طالب ثلاثه يا سي، لا مش طالب ثلاثه، انا بقول لك من اول سنه اكتب 10 جمل، يبقى هبدا كابيتال احط في الاستوب كابيتال في الاستوب كابيتال، اكني بكتب باراجراف، اكني بكتب باراجراف. بعد كده هاو داز علي جو تو اسوان، يبقى الاتش كابيتال بتاعت هاو والاي بتاعت علي كابيتال والاي بتاعت اسوان كمان كابيتال بما انها اسم بلد، والكويشن مارك لاني انا بادئ بهاو. الافندي اللي بيلعب ده شيل العلامه اللي انت حطيتها ديت، ده فند اللي كان بيلعب دلوقتي شيل العلامه اللي حطيتها. نعرف الهوم ورك الاول وبعد كده هناخد الحفظ. الهوم ورك عندي في نفس المذكره جزئيه الواجب، نفس المذكره جزئيه الواجب من اول بيج 21 لحد بيج 26. 21 و2 تسميع كلمات اللي سمعهم خلاص، وبعد كده عندي امتحانين يا مهاب تانيين همت على يونت 4 برضو، امتحانين تانيين على يونت 4 اهمت تمام يا شباب. من 21 لحد 26 صفحتين كلمات، صفحتين كلمات واربع وامتحانين من ورا. ايوه الجزء الاخير جزء التسميع من اول 21 اللي بنخلص ونسمع ونحل الامتحانين ونبعتهم، خدوا الليسننج بتاعهم. يلا فتحنا عليهم، فتحنا عليهم ايوه يا طب يلا ناخد الليسننج. من 21 اه من 21 ل 26 الليسننج الاول عندي بيج 23 يلا، ومحدش يتكلم عشان اشوف المفاجآت الحلوه. نمبر 1 بس يوز، بس يوز. نمبر 2 تايم ويتش، تايم ويتش. نمبر 3 هيلب بليز، هيلب بليز، هيلب بليز. نمبر 4 شيل شيت، شيل شيت. خلصت السؤال الثاني. I go to school by bus. May I help you? May I help you? Single please. Single please. One ticket to Alexandria. One ticket. To Alexandria.
الصورة اللي مش واضحة عندك يا مهاب دي صورة سكولة هي مهاب. ننزل تحت السؤال التاني الامتحان التاني listening الامتحان التاني. ها تمام 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 نمبر 1 بيتش شيل بيتش شيل. نمبر 2 ترين تاكسي ترين تاكسي. نمبر 3 بايسكل ويتش بايسكل ويتش. نمبر 4 سير الصفحة دي مش موجودة عندي. مين؟ أنا إياد. مش عندك إزاي يا إياد؟ سير ينفع تقول ليسن فور تاني؟ ليسن فور هقوله لك أهو. في ليسن فور زود لي حرف إيه هنا هوت. زود على كلمة كار إيه. زود على كار إيه. زودنا؟ زودنا. يعني كار. يبقى كير كير كات كير كات كير كات. يبقى احنا ما قلناش كير دي يا حبيب قلبي. انا بقولها لك كير كير يعني يعتني او عنايه. المهم انها موجوده عندك بالاي. خلاص وصلت. السؤال الاول تحت بقول سنجل بليز سنجل بليز سنجل بليز. What time does it leave? What time? Please hurry. Please hurry. We are late. I go to work by taxi. I go to work by taxi. تمام كده؟ تمام. يبقى الامتحانين معايا في الهوم ورك بتسميعهم طبعا. تسميع بيكون قدام ماما او بابا او اي حد قدامي في البيت. المهم بسمع في 10 او 15 دقيقة بالكتير. يبقى قبل ما تسمع كده تبقى جاهز مراجع وتقول لماما يلا يا ماما عشان اسمع. تمام يا شباب؟ انت وانا يا سر 21 و 22 تسميع 3 و 4 و 5 و 6 واجب. اوكي يا شباب نحللهم ويا ريت نكون استفدنا حاجه النهارده. يلا باي باي. باي باي باي.